وعندك دي هناك على القهوة أو في حضن مراتك، إنما الشغل شغل، واللي ما يخافش على أكل عيش وما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم، ما حصلش حاجة، دي أول مرة يعني. والمرة عندي ملاش تاني ياض. خلاص، أنت مالكش في المصلحة دي. أيوة، ولو عايز تبقى فيها كبيرك، هتاخد يومية أي صبي شغال فيها. إيه اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا إيه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف، لازم أنت تبقى كبير. الحكاية مش بالكلام يا ابن النوح. ده آخر القول، ومش عاوز أسمع حسك تاني. فهمت؟ فهمت يا حاج، فهمت. سوريا سوريا سوريا، مش 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 عبدو رجل بيتي بالراحة بقى، ما تخليش يا خير عشان ما زعلش. الحقنا يا سي خميس. في مالها رمانة؟ تعرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يا عين امها. جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله، لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. اما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد، حابس حابس. هيكون مين يعني؟ اه، حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضرب بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش عالجلد. البلد فكت، ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ اه، بالراحه بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عتمه وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك من المحل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سبع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي لا جايبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك، وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. اه حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ ايه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابته لي البنت بيسا. طب ارتاحي يا حبيبتي، ارتاحي. انا مرتاحه وانا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. ده بقى احلى حضن في الدنيا، تمد ايدك كده تاخد منها كل اللي انت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كانك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كانك في حته من الجنه. الله يخرب بيت التركي اللي حاسبكم معاكم. بقول لك يا بيبي، حياه ابوكي لا تخفي عليا شويه من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. انا مش مبسوطه، انا حاسه ان الناس كلها زي بعض، كله بيقول نفس الكلام. انا اتخنقت يا لؤي، تعرف ايه اكتر حاجه بحبها فيك؟ ايه يا روحي؟ مذكوراتي بضمير. ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفه،
انت الوحيد اللي بقدر اقوله كل حاجه ما اقدرش اقول لاي حد. اصلا انا دايما حاسه ان انا لوحدي. انت في الباي باي خالص. باي 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 باي. زمري 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 باي باي. قالت لك انا حضنا الدنيا وطايره فوق كل الدنيا. وكده بقى تبقى دي اول القصيده. النهارده صبي باليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها؟ وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت ارضي كده. اوعى كده بلا نيلة، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح. براء النوح هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت. اوعى فكك من كلمتين. لحظه، اوعى بقى، اوعى تجيلي. اوعى. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي، ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي اللي هحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لبكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفة ليه؟ عشان تفضل معلقة كل واحدة مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ أنا الصراحة مش عاجبني حالك. أيوة قاعدة كده يا أختي كامرة نفسك في الأوضة وفي قميص نوم ومتدفية زيادة يا اختي، مش سنك خالص. خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي. هظبطك.
الراجل من دول عينه بتبقى زيغة وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري لي عينه ما شافتهوش يا خايبه. انا نويت اظبطك، حبيتك، اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه، بس والنبي اوعي تقولي لام اوي بره ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده، خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي 5 دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك فط واقف رجلك؟ ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخط حكم بتخبط في بعض. يا ولد بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامة كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي سابولي ربنا، طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنلك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا انا ليكي انتي. شوق تعالي عايزاك. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده، وحبتين النسوان والسهواكة ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مرة وانا قلتلك بدل المرة اتنين التالتة من غير صوت، في غمضة عين هتبص تلاقي نفسك مرمية في الشارع، فاهمة؟ بالحدمة اللي عليكي. وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجة تظلميني أحسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر.
ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. أنت مهامك أخضر والكل بيتبارك بيه. مهام أخضر؟ بصر الأحمر المستورد وبالسعر اللي أنت عاوزه. فراولة يا ابني، أنا ماليش في الكيمياء، ما أنت عارف. بس الكيمياء بقت موضة ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما أنت لازمك فيها يا بجاشي؟ الأحمر ده بيخلي البشرية شد حيلها، وحباية واحدة تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح، والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ كيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الاصوات دي ما بتجيش الا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والاهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الارخص؟ لا، انا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. امين. تركي نركي رجعني. طيب يا خلي بالك مرحوب. ماشي يا فندينا. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى في الحته هنا؟ ده البيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس شاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي، ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش هملك. هنا من امتى؟ قبل الصراحة بشوية. حلوة قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بدران، فوتة دي حاجة تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسباها كده. أبويا منبسط قوي لما بتيجي، أمي كمان، كلنا يعني. إيه؟ يا دفء، فوتنا دي تربية إيدي، تربية إيدي. بنت نظيفة وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ياه ما تيجي تعزمني على حاجة أحسن. لا لا ما أقصدش كده، بس القهوة ملغمة بعوا. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابك. والكوزة فرق.